نراه اليوم من مواقع ملموسة على الأرض كان بالأمس حلم يحلم به المصريون. مشروع تبطين الترع والمصارف في كل الجمهورية انطلق، وانتهت الدولة المصرية منذ أيام من 1000 كيلومتر الأولى. هذا المشروع الذي يأمل إلى الانتهاء من 23000 كيلومتر على مستوى الجمهورية. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. هنا في محافظة بني سويف يجري العمل على قدم وساق، حيث قاربت المرحلة الأولى على الانتهاء ووصلت نسبة الإنجاز إلى 95%. توجهنا إلى مركز ومدينة ببا والتقينا مسؤول المشروع. المشروع مشروع قومي، مشروع كبير جدا، عبارة عن تأهيل وتبطين الترع في دائرة الإدارة العامة ريا بني سويف. احنا هنا على فرع شرباش المتفرع من ترعة عمار. طبعا التأهيل دي كان من ضمن المرحلة الأولى لأعمال التأهيل، كانت بطول 190 كيلو وماشيين كويس جدا بالنسبة للبرنامج الزمني. خلصنا ما يقرب بالنسبة للمرحلة دي حوالي 95 في أكثر من 95%. دلوقتي حاليا احنا في بني سويف شغالين بأطوال حوالي 480 كيلو بتكلفة تقارب 1 مليار جنيه، وجاري العمل في طرح وترسيت 100 كيلو بتكلفة حوالي 300 مليون. هذا العمل المتواصل فضلا عن توفيره لعشرات الآلاف من فرص العمل على مدار العام يضمن ترشيد استخدام الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية. احنا دلوقتي كوزارة ري ان احنا بنوصل المية بسرعة للفلاح، فالمية لما توصل بسرعة هيبقى عدد دور المناوبة عندنا 5 أيام، ممكن دور المناوبة بعد كده يبقى 3 أيام 4 أيام. هوفر مية، هوفر كميات مية، هوفر هدر المية، هوفر كل اللي بيعوق المية هيتوفر. زائد ان مظهر حضاري، الناس لو حافظت سلوك الانسان، لو حافظ على التبطين ده هيعيش مدة طويلة وهيدي منظر حضاري كناحية بيئية. وناحية توفير المية ان انا هوفر هدر المية في المياه الجوفية، هوصل المية بسرعة فهيوفر عندي كميات مية كتيرة. فعلا هيوفر فعلا كميات ميه. احنا لاحظنا الفرق ده في لما كملنا العمليه للاخر. احنا بنشتغل عشان نخلص الكميه دي، بنشتغل بالتوازي في اكتر من موقع، فبيبقى معانا اطقم خلاطات ومعانا بنايين ومعانا اطقم بناء واطقم اسمه النظافه للشغل ورانا، بيبقى معانا شغل كتير لفرص عمل كتير للناس. الصيانه دي علينا، لكن الاهم ان الناس فعلا تساعدنا وتشاركنا في انها ما ترميش زباله في المكان. التبطين يتم بطبقه من الاحجار سمك 30 سنتي، ومن ثم طبقه من الخرسانة العادية سمك 10 سنتي، وطبقة من الرمال المثبتة، ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة. أحمد بيومي لبرنامج على مسؤوليتي.